السلام عليكم الإخوان أصدقاء، مرحبا بكم في كانتي ديال اليوم السبت. الكانتي اللي فيه لي شوفو دو سيزون حتى الستون، كاين حتى الويتون، كاين تروا والعود الوحيد اللي عنده 8 سنوات. كاين بعض لي فيميل، كاين فاشيون غير، كاين وكاين واحد لي فيميل آخر اللي هي فلايا كالوما، وكاين الرقم 10 فيميلا، وكاين 13 ماتي موتي عاود غادي يمشي شويه طالع في الكوت. الكاتيجوري فيها تقريبا 6 ديال الخيول في البروميير بوطو، وما تبقى كل دوزيام بوطو، 7 هو المواريث ديال البروميير بوطو. الكورسة غادي تمشي في باري فانسن، كورس سي 56,000 أورو، 2850 كورد أغوز غران بيست. رينيو ان تروازيام كورس، هاد الكورس هادي فيها بعض الخيول اللي ما عمرهم داروا الرونداج، وكاين شي خيول اللي عندهم تيديروا الرونداج وكيوصلوا. مثلا الخيول اللي عندها كدير ديك لا ديستانس ديال بليس 25 متر، كاينه 10 13، هادو عندهم حق يطلعوا دي 13. كاين كذلك انزو دي سارت دافيد توما، كذلك هاد العود يعني دي 11 13. في حالة ما كانوا غيطلع البروميير بوطو، البروميير بوطو في خيول ضعيفة ضعيفة، فيه داك الخمسة هو الجروب فافوري، مي داك الخمسة على ود البروميير بوطو، على ود البروميير بوطو غادي نختارو، لأنه عاود ما كنت وقعش منه انه غيدير شي حاجه، والله اعلم. وقت تنظن هو الكرون فافوري، غانيو ديسكالي في دوزيام، غانيو ديسكالي في على ود البروميير بوطو، ربما يبقى لاصق ليهم في البروميير بوطو. غادي ناخذ رقم 5 وغادي نزيدو فقط عود في البروميير بوطو الكسندر ابريفار، كذلك العود ماشي شي عود في المستوى، مي غادي ناخذ جوج جوج ديال الخيول في البروميير بوطو لا غير. السيس عاود ما كنتوقعش منه انه يطلع هذا الرقم 6 ماتيو ابريبار، واللي عنده السيس راه غادي يزيدو. خدينا الجوج وخدينا الستة، خدينا الجوج خدينا الخمسة في البروميير بوطو، والدوزيام بوطو راه خدينا الرقم 10 و11 و13، 5 ديال الخيل. غادي نزيدو واحد العود، واخا تدي في راكاتر بي دابا داير غير بلاكي، هو فلايا كاروما رقم 7. وغادي نزيدو فافوري دو لي طون رقم 9 6 شوفو، تيبقى داك 12 اخوتي الا لقيتو لا باس زيدوه. مي الاختيار ديالي مشى عند هاد 7 ديال الخيل، ممكنش نعطي 8 ديال الخيل، انا ما كنش نحط غير 6. المهم كنقدروا نعولوا على الرقم 10 و11 و13، نقدروا نعولوا على هاد 10 و11 و13. 13 عنده في يدو تيدير ديك لا ديستانس ديال 2875، وكي بلاسي كي بلاسي، كذلك الرقم 10 راه كي بلاسي في جي رويال، كذلك الأونز تنظن سوليد، رقم 11 انزو دي سارت. هادو 3 ديال الخيول، كيبقاو رقم 9 والرقم 7. 7 يقدر ياخد ان بيتيت بلاس فلايا كالوما، لود بلاكي عاود تيمشي دي في الكاتر بي، مي دابا غادي يدير البلاكي صعيب لاول مره، غادي هو كيدير دي في الكاتر بي. ولكن الكاتيجوري اللي جاي منها كاتيجوري اللي هي عاليه، 67,000 أورو، عاليه بزاف. لود الكاتيجوري هادي خديناه، هو اول خطره غيدير البلاكي، اول خطره غادي يمشيو للبلي رابيد والبرونوستيك. برونوستيك دو جيني كورس 5 11 10، هي لي فافوري ديالها. سيكون شون 6 و7 و2 و9 و3، وفي الاوتسايدر كاين الكات و13 و12 والويت والان. خدينا داك 13
تريز عنده في اليوتيوب، بما انه مرشحوا العشرة، بما انه مرشحوا العشرة يعني راه تريز خصو يكون، تريز خصو يكون لانه عنده ديك لا ديستونس ديالو، عنده كل مقومات هاد العود باش يبلاصي. واخا خسر اخر كورسة هنا 1950 دار فيه اندوس هنا، كان في البوطو يعني كان في المواريش، كان مشى مع فاير كراكر الفيس دي فالون كوبسي، وكان تغلب على ايكوينوكس ديلفينو فيابل كذلك. مهم تتغلب على بعض الخيول اللي هي صحيحه. غادي نشوف واحد لا كورس ديالو اللي كان دار فيها وقيله 3 ايام او لا 4 ايام في الفانسن، في الباري فانسن، تنظن 4 ايام بلاص، كان في الرونداج، كان في الرونداج ودار 4 ايام الكترون، وكانت كان فلايا كالوما كانت دارت نو بلاسي، كانت دي فيري كاتر بي ودارت نو بلاسي رقم 7. دابا داير غير بلاكي فلايا كالوما، ما كانت توقعش بهاد العودة هادي، ولكن كل شيء ممكن. هنا غادي نقلبوا على واحد الكانتي اللي كان دار فيه تنظن 4 ايام في الرونديش، 4 ايام اولا 5 ايام بلاس في الرونديش، ربما كان جاري مع العشرة. تنظن انه مش عليه العشرة، كان مش عليه جون ميشيل فازير، دابا العشرة ولا فاف والتريز حاطينه في الاوتسايدر. تنظن ان التريز عنده الحق كمشى ب11 والعشرة كمشى ب10، يعني هذا يدل على ان الكورسة غتكون ما بين التيس والتريز، ربما الجيملي غيكون عند التيس وعند التريز. غادي نمشيو عند لي بلي غابيد يا الاخوان، السبعة رشحوه بزاف، رشحوه وخا ديال البلاك رشحوه، التريز بعدوه. تنظن ان التريز بونيس 3 في الاعتقاد ديالي، ربما ديك ديس 11 ناف ديس 11 تريز، ربما هو لاباس الحقيقي وكل شيء ممكن. لي بلي رابيد كاين لويت والتريز والديس والأونز والناف والست، هادي زوينة هاد الستة ديال الخيول في البلي رابيد، ربما يجيبوها من هنايا، ربما يجيبوها من هنايا. بلي رابيد بعض الخطرات كيجي لي بلي رابيد كامل، بعض الخطرات كيجي لي بلي رابيد كامل. المهم خوتي هادي تتبقى بريزا ممكنة. بالنسبة الباسي كانوا جاو جوج من الرونداج، وكانوا جاو ثلاثة من بروميير بوطو، هنا كانوا جاو ثلاثة من توسيام بوطو، وكانوا جاو الكورسة ما فيهاش بزاف، فيها غير 13 عاود، يعني حتى توسيام بوطو ما غيلقاش ديك الصعوبة باش غادي يحيد ديك مثلا 16 عود او 18 عود، غادي يلقى واحد الصعوبة، كاين شي صعوبة بزاف باش دغيا يتغلبوا على البروميير بوطو، الدوزيام بوطو يتغلب على هنا كانوا جا الرونداج تقريبا ثلاثة الاولين، ولكن كانوا 18 عود. في الاعتقاد ديالي الاخوان البرونوستيك ديالي غادي تكون لوجيك، برونوستيك غادي تكون لوجيك، فقط داك الخمسة كما كنقولو حنا توت اوغيان، فايلينغ باكو راه توت اوغيان، عاود سيباستيان كاراتو جاي ديسكاليفي في الفانسن 2700، وجاي من الراون رابح وفير رابح، والفانسن ديسكاليفي عنده جوج كورسات في الفانسن ديسكاليفي، عنده 2700 في 2020، ربما يكون هو البيج الخمسة. غالبا كيد ديسكاليفا كيما كتشوفوا الفانسن ديسكاليفا، فيما كيمشي في الفانسن كيد ديسكاليفا. المهم سبعة ديال الخيول ديالنا حطيناهم، نتمنى لكم الاخوان التوفيق، وخليت لكم الراحة، وضروري ما دير لي المينيت.